السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. مجزرة مرورية أخرى بولاية بجاية، حادث مرور مميت قبل قليل على مستوى قرية ريف أنقوش بلدية تسكريوت. الحادث عبارة عن انحراف حافلة لنقل المسافرين خط برج ميرا وآيت إسماعيل، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وجرح 10 آخرين. والحادث وقع على إثر انحراف حافلة صغيرة لنقل المسافرين وسقوطها في المنحدر على مستوى الطريق الولائي رقم 6 بأنقوش بلدية تسكريوت. إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمهم يا رب العالمين ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويشفي الجرحى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.